بمناسبة اقتراب هذا العيد الأكبر، عيد الله الأعظم الأفضل الأكبر، وكلمات أخرى من أمثال هذه الكلمات وردت في الروايات الشريفة عن عيد الغدير، أفضل أكبر أعظم، كلمات أخرى أيضا. لي اقتراح، البعض ليس من الصحيح أن يطبق هذا الاقتراح، البعض لا يتمكن أن يطبق هذا الاقتراح، البعض غير مقتنع بتطبيق هذا الاقتراح، باستثناء هذه الفئات الثلاثة. لي اقتراح لبقية الفئات، أنه في يوم الغدير الذي لا يكون من الفئات الثلاث الأول يأخذ إجازة، في يوم الغدير لا يكون ملتزما بدوام، ملتزما بوظيفة، ملتزما بعمل. البعض ليس من الصحيح أن يأخذ إجازة، لماذا؟ لأهمية عمله، لضرورة عمله للناس، طبيب خبير يحتاج الناس إليه، قد لا يكون له بديل في ذلك المكان، ليس من الصحيح. البعض لا يتمكن، لا تعطى له الإجازة، لا يرخص. البعض غير مقتنع. أما إذا لم يكن الإنسان من هذه الفئات يأخذ إجازة في يوم الغدير، هناك صلاة، وتعرفون هذه الصلاة، صلاة تصلى في يوم الغدير قبل أذان الظهر، قبل الزوال، زوال الشمس، قبل أذان الظهر بساعة أو بنصف ساعة، نصف ساعة يعني تقريبا ساعة بساعاتنا، تصلى هذه الصلاة في هذا الوقت، صلاة في أهميتها، في ثوابها، في آثارها استثنائية. اقرأوا كتاب مفاتيح الجنان، اقرأوا كتاب الدعاء والزيارة، اقرأوا نص الرواية الشريفة، صلاة عجيبة، رغم أنها صلاة ليست طويلة، لعلها تأخذ من وقت الإنسان نصف ساعة تقريبا، تقريبا أو أكثر بقليل أو أقل بقليل، تقريبا هالحدود. هذه الصلاة صلاة مهمة جدا، يسوى أن المؤمن يأخذ إجازة فقط لهذه الصلاة، أن يتمكن أن يصلي هذه الصلاة. طبعا في الدوام لا تتمكن أن تصلي هكذا صلاة، خذ إجازة حتى لو لم تكن أي فائدة إلا هذه الفائدة، أن تدرك هذه الصلاة قبل أذان الظهر في وقت الدوام يكون عادة. هذا ثانيا. ثالثا، مستحبات الغدير العظيمة الأثر، العظيمة الثواب، أثر دنيوي ثواب أخروي. اليوم الذي تكون مشغولا من أول الصبح إلى بعد أذان الظهر لا تتمكن أن تهتم بهذه الأمور غير هذه الصلاة، بقية الأمور، التعيد في يوم الغدير، صلة الأرحام في يوم الغدير، التواصل مع الإخوان، إخوان في الدين في يوم الغدير، مساعدة المؤمنين في يوم الغدير، الصوم في يوم الغدير. مستحبات الغدير مهمة جدا وثوابها عظيم جدا، هذه الأمور تؤجل إلى يوم آخر، يسوى لو لم تكن أي مزية أي أثر في إجازة يوم الغدير إلا هذه المزية، أن يتمكن الإنسان من أداء بعض الأعمال المستحبة، بعض الأعمال المستحبة الاجتماعية. هذه الأعمال لا يتمكن أن يعملها الإنسان، الإنسان يشتري قوت سنته، عادة في هذه الأزمنة الإنسان لا يشتري قوت سنته، قوت شهره، الإنسان يشتري أشياء جديدة لأهله، أنت مشغول في الدوام تتمكن أن تفعل هذه الأمور. آثار الأعمال الاجتماعية الصالحة التي لها آثار كبيرة وثواب عظيم في يوم الغدير، هذا اليوم يخصص، هذا اليوم أكون حرا، لا أكون ملتزما بشيء، بدوام، بعمل، بوظيفة، لا، هذا اليوم أخذه إجازة، والإجازة شيء
ممكن تحصيلها لكثير من الناس. هذا اقتراحي في هذه السنة وكل سنة. هذا اليوم يوم إجازة، يوم الغدير، يوم عظيم. هذا اليوم الذي كان أعظم فرحة في حياة النبي صلى الله عليه وآله. ما كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله طيلة فترة رسالته الشريفة فرحة مثل فرحة يوم الغدير. هذه الفرحة الكبرى تستحق أن تكون هذه الفرحة الكبرى كما أراد لها رسول الله، كما أراد لها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أن تكون عيدا بكل مظاهرها.